السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا هنعمل النسكافيه وهنعمل الرغوة بتاعته ازاي، وهيبقى بطريقة سهلة وسريعة هتبهري بيها ضيوفك لما يجيلك، ومش هتاخدي وقت ان انتي تقفي وتعملي الحاجة. وزي ما انتوا شايفين بصوا النسكافيه عامل ازاي، والكريمة بتاعته الرغوة بتاعته عاملة ازاي. وان شاء الله الفيديو هيعجبكم، وان عجبكم الفيديو اوعى تنسوني في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض. ورجعت لكم تاني وهقول لكم على المعيار اللي انا هعمل بيه رغوة النسكافيه. طبعا انا عندي كوباية من النسكافيه البلاك او الجولد، طبعا نفس المعيار بالظبط، نفس معيار النسكافيه، نفس المعيار بتاع السكر، هيبقوا الاثنين في متساويين، والنص بتاعهم ميه ساقعه من الحنفيه، وهنضربهم بالمضرب اللي بالكهرباء. لو مش متوفر عندك مضرب الكهرباء ممكن في البركمان نفسه اكبر من كده، وتكوني مش محتاجاه بتحطي فيك المعيار كله، تفضلي ترجي جامد قوي لغايه ما تجيبي القوام اللي انت عايزاه. يلا بقى نشوف هنضربهم ازاي مع بعض. بسم الله. ودلوقتي هجهز البوله اللي هضرب فيها، هحط فيها معيار النسكافيه، وهحط فيها المعيار بتاع السكر، وهحط فيها معيار الميه الساقعه، وهضربهم كلهم بالمضرب اللي بالكهرباء. ودلوقتي هبتدي اضربهم كويس قوي. ودلوقتي هنضرب القوام بالمضرب. انا بضربها لغاية ما القوام بتاعه يفتح. ادي القوام ابتدى يفتح معايا، وكل ما هضرب فيه هيفتح اكتر. وادي القوام، بصوا القوام فتح ازاي، ولسه هضربه اكتر. كل ما تحسيه ان هو بقى كريمي اكتر، تقيل اكتر، هيبقى مظبوط معاكي، بس هو لسه عايز يتضرب مني شويه. هضربه شويه وارجع لكم تاني. عايزه اقول لك ان انت لو مش متوفر عندك المضرب الكهرباء مش هتوقفي الدنيا عليه، زي ما قلنا نعمل بالبرطمان او ممكن اعمله بالمضرب العادي بتاعنا. هوريكم برده ازاي بالمضرب العادي بتاعنا اهو، بصوا عشان برده ما عندوش حاجه يبقى فيه بديل. بصوا الرغوه، بصوا الرغوه بتتقل ازاي، وبتفتح اهي. لو مش متوفر عندك ده يبقى متوفر ده موجود هيسد معايا. بس القوام واللون فتح ازاي، وكل ما هتضربي فيه اكتر القوام هيتقل وهيفتح ويبقى معاكي وتشربي احلى كوباية نسكافيه. عايزه اوريكم القوام بتاعه بقى عامل ازاي. بصوا القوام بتاعه تقل جامد، وهنحطه في بوله ونحتفظ بيه في التلاجة. لو حد صحابك جاتلك ضيوف جالك اي حد هتطلعي منه جاهز، مش هياخد معاكي اي مجهود. ودلوقتي هجيب علبه فاضيه عندي بلاستيك، عندك اي علبه فاضيه عندك هتفضي فيها الخليط ده كله زي ما انتم شايفين كده. هفضيه، بص الخليط عامل ازاي، عامل زي الكريمه ازاي. هفضيه كله في العلبه، وهتعملي احلى كوبايه نسكافيه هتشربيها
والباقي هيبقى موجود عندك في التلاجة. يعني بصوا الكمية اللي انا عملتها عملت معايا كمية كبيرة قوي. وادي الكمية اللي طلعت لي من الكوباية اللي انا عملتها، ويتحط في التلاجة ووقت او في الفريزر يقعد من شهر لست شهور ما يجرالوش اي حاجة. لو انت حابة تكتري الكمية عندك وتحطيها لما يجيلك ضيوف او لما يجيلك حد وتعملي بيها سريع سريع، مش هتخسر معاكي وهتقعد معاكي لمدة 6 شهور في الفريزر محتفظة بيها. ولما تيجي تطلعيها هتلاقيها الرغوة بتاعتها زي ما هي. وهوريكم دلوقتي شكل الرغوة. انا هعمل معاكم دلوقتي النسكافيه في كوبايه ازاز عشان اوريكم الرغوة هتبقى عاملة ازاي. هاخد معلقة من النسكافيه ده تانية، حط معلقتين. طبعا اللي حابب يعملها بلاك بالميه مفيش مشكله، اللي حابب باللبن انا هعملها باللبن. وهتشربي احلى كوبايه نسكافيه. عايزه اوريكم ان الرغوه والنسكافيه عامل ازاي. بصوا وادي النسكافيه، وادي بصوا الرغوه بتاعته الكريمه بتاعته عامله ازاي وقد ايه. بجد طريقه سهله وسريعه، واتمنى ان انتوا تجربوها هتعجبكم قوي. وان عجبكم الفيديو اوعوا تنسوني في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.